مرحبا بما 5 تي في معنا في لافون بروميير ديال ذا بانش. الوغ بالنسبه للاجواء التصوير دازو فريمون زوينين، كنت مع واحد ليكيب بروفيسيونيل الحمد لله، لو ريزاتور تري تالونتيو امين مونا اي لو برودكتور نور اي يونس الله يرحمه كون ا بيردو في ايام ديال كورونا، مي ابار سا الحمد لله دازو اجواء زوينين. اليوم فرحت بزاف باسكو شفت لا رياكسيون ديال الجمهور، فريمون تفاعل مع الفيلم وعجبهم بزاف. الوغ الستوري ديال الفيلم تاع واحد الولد اللي من واحد المجتمع اللي فريمون قاصح عليه، هو شحال واحد ما تاقش في الحلم ديالو. بلا ما نزيد نقول لكم بلوس دانفورماسيون، مي واحد الفيلم فريمون تري انسبيرون، لي اكسيون دراما او ميم طون. لو رول ديالي جي جوي لو رول ديال حنان اللي كتلعب لا فام ديال لاكتور بوحسيني، اي لو رول ديالي هي اطلاله على الشاشه الكبيره حيت سي لا بروميير فوا كو جو في ان لون ميتراج. تعودين عليا الناس يشوفوني في الافلام التلفزيه، وهاد المره هادي درت ان لون ميتراج. جو تري تري فيير انني بديت بدا بانش اللي خدا 5 ديال الجوائز تبارك الله، وميرسي بوكو. لو تسناوني في رمضان مع انا وكانتي واحد المسلسل اللي هيكون فريمون شيق وفيه الكوميدي، وبغيت نقول للجمهور المغربي سنه سعيده، دخل عليكم الصحه والعافيه باش ما تمنيتو ان شاء الله. دونك لو فيلم سميتو دو بانش، لو فيلم سي ان فيلم دو بوكس مي على باس سي ان درام. دونك لو فيلم كيدوي على واحد لو جون اللي هو كان خايب، دار بزاف ديال الحوايج خايبين في حياته، مي على فان غيلقى واحد السيد اللي غادي يعاونو باش يكون ان شامبيون. دونك لو فيلم كيدوي على ليسبوار، اي فيه بزاف ديال لي سين اللي هما فيهم دي سبيكتاكل كوم لي كومبا دو بوكس، اي دي كومبا اللي هما اور لا لوا، سيتادير زعما مضاربه بالفلوس اي تو. دونك من هاد الحويجات ربيع اللي هو يا البطل غادي يولي شامبيون. دونك جو بونس كو دابا انا نقدر نكون عاودت لي سواري تو، مي جو بونس كيفاش غادي يوصل لهاد الحويجات هادو. دونك هذاك الشيء علاش كنقول لكم تشوفوهم، اي سام في بليزير انه كندوي وكنحاول ان نوصل هذوك الحويجات اللي عندي. نقدر نكون ما وصلتش مزيان، مي اون تيرم زعما كوميونيكاسيون سينيماتوغرافيك عاودت لو فيلم، لقيت واحد الحويجه لانه نقدر نعاود الفيلم احسن ما نقدر نعاودو بحالو كالناس. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما 5 تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.